اقسم بالله لو انت طالب هتدعي لي بعد الفيديو ده، انت بعد الفيديو ده هتشكرني جدا جدا جدا. لو انت طالب في ثانوية عامة او طالب في مدرسة او حتى كمان في الجامعة، ولو انت عايز تلخص اي كتاب سواء كان بالصوت او الصورة، كل ده موجود عن طريق اداة اضافتها شركة جوجل. بصراحة الاداة دي جامدة جدا جدا جدا، ومصممة ان هي كل يوم شركة جوجل تبهرني بالذكاء الاصطناعي ان هو دخل في مجال الدراسة او التلخيص. مجرد بس ما بتيجي تقدم له الكتاب الخاص بالجامعة بتاعتك او الكتاب الخاص بالمدرس بتاعك، هو بيعمل لك ملخص كمان بالصوت، وكمان ممكن يعمل لك ملخص بالصوت والصورة. يعني الصوت لوحده بيبقى فيه conversation او محادثة بين شخص بني ادم، وكمان ممكن يكلمك عن طريق الذكاء الاصطناعي، بيبقى مثلا راجل او ست الاثنين بيتكلموا مع بعض، بيعمل conversation عشان انت تفهم الملخص ده او بتفهم الكتاب ده بشكل اسرع. او ممكن كمان تديله امر ان هو يعمل لك مخططات او presentation تقدر تعملها للجامعة بتاعتك او تعملها للدراسة بتاعتك، بحيث ان هو يكون شرح مفصل وبسيط جدا للمنهج بتاعك علشان تقدر تخش الامتحان وانت مطمن. اغلبنا بيروح الامتحان وهو مش يكون مثلا عارف اي حاجة خالص، ممكن يذاكر قبل الامتحان بيوم، او ممكن كمان في ناس بتذاكر في المواصلات. لكن الموقع ده او الاداة دي جامدة جدا جدا ان هي تلخص لك الكتاب بتاعك. ممكن كتاب ممكن يكون 200 صفحة 300 صفحة والدكتور قال لك ذاكرهم، ممكن يخلص لك كل الكلام ده في ربع ساعة او 20 دقيقة. تقدر تلخص الكتاب ده مجرد ما تيجي تحط الايربود بتاعك وتسمع الكونفرزيشن اللي بيحصل في الكتاب ده. طبعا انا اتكلمت كتير، انا اسف طولت عليك في المقدمة، لكن تعالوا كده نبدأ الشرح ونتقابل بعد الفاصل. على سبيل المثال المنصة اللي قدامك هنا اسمها notebooklm.google.com. طبعا المنصة دي هسيب لك الرابط بتاعها موجود في الوصف او التعليقات، اعمل اضافة هنا زي ما انت شايف، سواء انت كنت عايز تعمل تلخيص على ورك بليس على الجوجل، او حتى كمان تعمل على موقع الكتروني عايز تعمله تلخيص، او فيديو على اليوتيوب، مجرد بس ما تضغط عليها بتضيف الرابط او نص مثلا منسوخ، او ممكن كمان تضيف البي دي اف بتاعك الخاص بيك الخاص بالجامعه بتاعتك، تضغط عليها ضغطتين كده. طبعا انا سبق وضفت الاضافه بتاعتي، طبعا هيظهر لك بالشكل ده كده، تعمل اضافه ملاحظات جديده. انا ضفت اللي هو مثلا تنظيم الاسره ووسائل منع الحمل، ده بي دي اف مثلا لملخص كتاب كده، فانا ضفته معايا هنا. طبعا انت بتروح تضيف الكتاب بعد ما يجي يظهر لك زي ما انت شايف، يظهر لك بالشكل ده كده. هنا بقول لك تعمل ملخص فيديو بتشوفه صوت وصورة، او ملخص صوتي، او خريطة ذهنية. ان شاء الله هنجرب مع بعض كل الكلام ده. ولما تيجي تروح عندك على الابس اللي ظهر قدامك هنا كده، بقول لك عايز تعمل ملخص صوتي ولا ملخص بالفيديو او خريطة ذهنية، او بتعمل اختبار للفيديو عفوا للبي دي اف بتاعك، يعمل لك امتحان كده، او بتعمل بطاقة تعليمية اللي هي برضو زي نظام البرزنتيشن، او بتشوف تقرير للبي دي اف ده. طبعا انا عشان ما اطولش عليك في وقت الفيديو، انا عملت مثلا تلخيص صوتي وظهر لي بالشكل اللي قدامي ده كده. هنا عندك اللوجو الخاص بالتلخيص الصوتي، تمام، اضغط عليها ضغطه ملخص صوتي. لمجرد ما تيجي تضغط عليها بيعمل تلخيص صوتي، بياخد معاك حوالي دقيقه دقيقتين على حد ما يجي يعمل انشاء تلخيص صوتي. طبعا زي ما انت شايف كده، لما تيجي تعمل تشغيل، تمام، انا شغل ملخص الصوت. مرحبا بكم، اليوم بنتعمق في موضوع بهم ناس كتير، تنظيم الاسره ووسائل منع الحمل المختلفة المتاحة. هدفنا نستخلص أهم المعلومات ونفهم الخيارات دي بشكل أوضح. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أهلا بك. وبالفعل تنظيم الأسرة ده قرار مهم جدا. طبعا هنا حصل كونفرزيشن بين شخصين بيكلموا مع بعض وبيشرحوا لك المنهج أو البي دي اف اللي انت عملته. طيب تعالوا بقى نروح نعمل علينا كده ملخص بالفيديو. هتروح عندك تضغط عليها، برضو هيعمل نفس النظام، بينتظر شوية، ممكن ياخد معاك الموضوع حوالي 5 دقايق ل 10 دقايق علشان بيعمل لك فيديو أو برزنتيشن. هنا بتروح عندك على الفيديو زي ما انت شايف كده، بتفتح الفيديو وبيبدا يتكلم عن وسائل منع الحمل وبيعمل لك البرزنتيشن. اهلا فيكم، اليوم موضوعنا عن عالم تنظيم الاسره ووسائل منع الحمل. رح نمشي مع بعض في رحله بسيطه وواضحه. انا اوطي الصوت عشان نعرف نتكلم مع بعض كده وتفهمني. طبعا زي ما انت شايف كده، عمل لك هنا البرزنتيشن، كاتب لك فيه كل حاجه انت عاوزها في البي دي اف. انت مثلا عايز تتفرج على الشرح بتاعك صوت وصوره، هو بيوضحها لك بشكل ابسط. ليه بقى؟ لانك انت لما بتيجي تذاكر صوت وصوره المعلومه بتثبت اكتر ما انت بتقرا من الكتاب. يعني مثلا انا لو شرحت لك عن وسائل منع الحمل او شرحت لك المنهج بتاعك انت وانا بتكلم معاك بالطريقه دي، ممكن ثلاث ارباع الكلام يتنسي. اما لو شرحت لك مثلا في المنهج بتاعك، سواء انت كنت مثلا بتتكلم عن وسائل منع الحمل،
يعني مثلا وريتك الحبوب ووريتك الوسائل الطبيعية والوسائل الميكانيكية والوسائل الكيميائية، لو انا وريتها لك قدامك كده انت هتحفظها وتخزنها في ذاكرتك صوت وصورة. فالمنصة دي بصراحة جامدة جدا جدا جدا، زي ما انت شايف كده بتقدر تعمل لك كل حاجة وتقدر تنزل برزنتيشن كمان. حتى كمان في الخريطة الذهنية، لو جيت تعمل خريطة ذهنية بالشكل اللي قدامك ده كده هيقول لك جاري انشاء خريطة ذهنية، وبعد كده بتضغط عليها بيعمل لك برانشز او بيعمل لك فروع للخريطة بتاعت المنهج بتاعك انت علشان تقدر تفهم بشكل اوضح. طبعا انا ممكن استنى شوية كده لحد ما البرزنتيشن ده يتعمل. زي ما انت شايف أداة تنظيم منع الأسرة، عندك المقدمات، تضغط عندك ضغطة هنا كده بتلاقي المقدمات والتعريفات ظهرت بالشكل قدامك كده. تعريف تنظيم الأسرة، بتضغط عندك على السهم ده كده بيعمل لك برانشز أو فروع للتعريف بتاعه. كذلك تعريف وسائل منع الحمل بيعمل لك فروع تانية. هنا فوائد تنظيم الأسرة فروع تالتة. طبعا المنصة دي جامدة جدا جدا علشان تخزن المعلومات بشكل صحيح. بصراحة جوجل كل يوم بتبهرني بالذكاء الاصطناعي والحاجات اللي هي بتعملها اللي بتساعدنا في حياتنا اليومية. دلوقتي انت تقدر تستخدم المنصة دي بشكل مجاني وتقدر تشرح تفهم شرح المنهج بتاعك عادي جدا، حتى كمان ممكن تشرح عليها للطلبة لو انت مدرس. صراحة منصة جميلة جدا فيها كل حاجة، مش محتاج انك تتعب، انت بس مجرد ما بترفع البي دي اف هو بيعمل لك كل حاجة. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.